السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة مرابطون وتتابعون فيها. الرئيس الموريتاني يلتقي رؤساء المجالس الجهوية ويعلن عن ترقب لإصدار مرسوم بتحويل الصلاحيات القطاعية للمجالس. بيرام الداه عبيد يقول إن النخبة الموريتانية بصدد عقد لقاءات وتفاهمات جديدة لتوطيد دولة القانون. اختتام الجولة الأولى من المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي بشأن تجديد بروتوكول الصيد بين الطرفين. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلن الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز عن إصدار مرسوم رئاسي في وقت قريب يقضي بتحويل الصلاحيات القطاعية للمجالس الجهوية. جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس برؤساء المجالس الجهوية في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط على بعد أسبوع من تسليمه السلطة للرئيس المنتخب محمد الشيخ الغزواني. التفاصيل نتابعها ضمن هذا التقرير. عقد الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز اجتماعا برؤساء المجالس الجهوية في موريتانيا، وهي مجالس تهتم بالحكامة والتنمية المحلية. وقد أكد الرئيس أنه سيصدر قريبا مرسوما بتحويل الصلاحيات القطاعية للجهات من طرف القطاعات العمومية، وهي الصلاحيات التي ينص عليها القانون وتقتضيها طبيعة هذا النمط من الإدارة المحلية. قال رئيس المجلس الجهوي لولاية ترارزة محمد الإبراهيم إن الرئيس الموريتاني المنتهية مأموريته محمد العبد العزيز أبلغهم أن قرار إنشاء ودعم صلاحيات المجالس الجهوية مستمر ولا رجعة فيه، ويتطلب قدرا كبيرا من المسؤولية والمثابرة والعمل من أجل تحقيق تطلعات المواطنين عبر تقريب الخدمات منهم في كل مكان بدل التوجه إلى العاصمة لطلب أي خدمة كما كان في السابق. وتعد المؤسسة الجهوية جهازا إداريا جديدا في موريتانيا جاء ليحقق هدفا تنمويا وإداريا ظل غائبا في موريتانيا لعدة عقود، ولا يزال يعاني من تداخل صلاحياته مع العديد من الجهات التنظيمية والمؤسسية. وقد أفرزت الانتخابات الأخيرة 13 مجلسا جهويا منتخبا تنقصه العديد من الجوانب الهيكلية والبنيوية لانطلاقة عمله، خصوصا في الولايات الداخلية، كما أنه يعاني من سلطة الوصاية الولائية التي تتداخل معه ويعطيها القانون استتباعه رغم أهميته كمؤسسة منتخبة وتمثيلية وتهدف إلى تحقيق التوازن الإقليمي في التنمية بين المناطق المختلفة في البلاد. أعلن في العاصمة نواكشوط عن انطلاق اتحاد يحمل اسم اتحاد عمد موريتانيا السابقين، ويقول مؤسسو الاتحاد إن تأسيسه يأتي بدافع المسؤولية من أجل لعب دور محوري في تنمية البلاد. ويضم الاتحاد المعلن عن انطلاق نشاطاته الرسمية يضم عضوية عشرات العمد من أصحاب التجارب في قضايا التنمية المحلية واللامركزية. فكرة اتحاد لعمال لعمد موريتانيا السابقين جاءت بعد تفكير عميق ونقاشات مستفيضة من كوكبة من الأطر سبق أن قادت مجالس بلدية في موريتانيا من 1986 إلى 2018. حصلت عندهم بذلك معارف وتجارب كبيرة في التنمية المحلية واللامركزية، تضاف إلى مستوياتهم العلمية والفنية، وبشعور من هؤلاء بمسؤولية اتجاه الوطن والمواطنين، ووعيهم بأن انصهار هذه الطاقات الهائلة في إطار تنظيمي واحد هو وحده الذي يمكنهم من لعب دورهم المحوري في تنمية البلاد بأكمل وجه.
ومعنا في الاستوديو محمد والعبيد الأحمر العمدة السابق لبلدية السدود الناطق الرسمي باسم اتحاد عمد موريتانيا السابقين. أهلا وسهلا بك. بداية، لماذا اتحاد عمد موريتانيا السابقين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبي الكريم. في البداية نشكر قناة المرابطون على إتاحة هذه السامحة من أجل إنارة الرأي الوطني حول الأهداف المرسومة التي تم إنشاء اتحاد عمد موريتانيا السابقين من أجلها. هذا الاتحاد تم إنشاؤه وتم التشريع له في السابع من شهر يوليو الجاري من طرف إجبار التشريع من طرف وزارة الداخلية. وهو اتحاد يضم عمد موريتانيا السابقين من انتشاء البلديات 1986 إلى 2018. وهي فكرة تولدت لدى بعض العمد السابقين من أجل على أن يعود العمد الخبرات والتجارب اللي حصل عليها واللي سير في مجال التنمية المحلية، على أن هذه التجارب وهذه الخبرات على أنها ما تضيع. وبالتالي اخترنا على أن يعود في إطار تشريعي يجمعنا كعمد سابقين من أجل المشاركة الفعالة في تنمية البلد. كنا نواصل ذيك الأفكار اللي كانت عندنا مع 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 الوقت، نواصله من أجل إسعاد المواطن الموريتاني على مستوى أرض كل. نعم، إذا ما الدور المتوقع أن يلعبه اتحاد عمد موريتانيا السابقين؟ هذا الاتحاد يتوقع أن يلعب دورا فاعلا وأساسيا في التنمية المحلية. نعم. وذلك من خلال إشراك هذا العمد في البرامج والتصورات اللي تطرح أولا الحكومة الموريتانية قطاعات الوزارية، وكذلك تطرح البرامج الاستثمارية والتنموية اللي تطرح كل بلدية على حدة، وكذلك هم اللي خلق هذه المجالس الجهوية للتنمية، هم اللي نعودوا مثلا من خلال نقدر نطرحوا برامجنا التنموية نعودوا عندنا مشاركة في التنمية المحلية وفي التصور فيها نظرا لارتباطنا كيف قلت لك نظرا لارتباطنا في السابق بالتنمية المحلية. نعم، إذا أكثر من ثلاثة عقود مرت على وجود البلديات في موريتانيا، إلى أي حد استطاعت هذه البلديات أن تثبت نجاعة نظام اللامركزية؟ نعم، هي البلديات تم انتشائها من 1986 إلى اليوم 2018 وإلى اليوم 2019. هذه المجالس البلدية حسب مستوياتها وحسب الوسائل المتاحة لها احنا نعتبر علينا حقت الكثير، وعليها هم اللي مازال عليها معلق عليها كثير من الامال في تحقيق ذي التنميه المحليه للمواطنين. وبالتالي البلديات تتفاوت حسب الموقع الجغرافي وحسب الوسائل اللي متاحه في ذاك الذي تم تحقيقه في شتى المجالات. مع ان البلديات الموريتاني دائما احنا نعود في اللامركزيه، على نعود البلديات تنحسب هيك الاستراتيجيه الوطنيه كامله حول التنميه تدخل فيها الاستفاده، باللي ما قد يخلق اي انجاز ما هو على ارض بلدي. نعم. بالتالي انها تستفيد من المشاريع التي تحققت على مستويات. نعم. اذا مؤخرا تم استحداث جهات جديده في موريتانيا لتوسيع اللامركزيه، الى اي حد هناك سيكون هناك تماس في الادوار بين الجهه والبلديه؟ نعم، تم استحداث المجالس الجهوية، لكن المجالس الجهوية والبلديات كلهم يلا عود يكمل الآخر. البلديات عندها دور، ولا مثلا ما علمنا بتقليص أدوار المجموعات المحلية ولا نقبوا منها صلاحيات ونعطوها للمجالس الجهوية. المجالس الجهوية جاءت من أجل أنها تكمل، لكن النقص اللي عود كان عند المجالس البلدية واللي ما تقدر توصل للمجالس البلدية تعود المجالس الجهوية تقدر توصل، وبالتالي ما فيه تناقض. بالنسبة لي على البلديات المجموعات المحلية يلعبوا دورهم كما كان، وعلى أن المجالس الجهوية لا يجي التدعيم ذيك المبادرات وذيك الأشغال اللي يلا تعود البلديات، وبالتالي نعتبره على أن المجالس الجهوية لا تدعيم لنظام البلديات. نعم، إذا محمد والعبيد الأحمر العمدة السابق لبلدية السدود الناطق الرسمي باسم اتحاد عمد موريتانيا السابقين، شكرا جزيلا لك.
قال المترشح السابق للانتخابات الرئاسية بيرام الداه عبيد إن النخبة الموريتانية بصدد عقد لقاءات وتفاهمات ونقاشات جديدة وعميقة من أجل الوطن وتطوير وتوطيد دولة القانون. جاء ذلك في تصريح أدلى به على هامش لقاء أجراه مع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم والبحبيني، أشاد خلاله باللجنة وبرئيسها. النخبة الموريتانية السياسية والحقوقية في اتجاه صدد لقاءات جديدة وتفاهمات جديدة ونقاشات جديدة وعميقة من أجل هذا الوطن، من أجل تطوير وتوطيد دولة القانون، الديمقراطية، حقوق الإنسان. هذه فترة ومرحلة ذات خاضع عليها دول أخرى، ودارك راجين عن موريتانيا توخذها بنجاح عن الموريتانيين كامل، يلتئموا بدون قيد بدون شرط على مشاكلهم الجوهرية ومشاكل الإجرائية في دولة القانون ومشاكل حقوق الإنسان اللي هي القطاع الكبير اللي من جانب آخر. قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم البحبيني إنه يتقاسم مع بيرام الداه عبيد نفس القيم والمثل المتعلقة بالحرية والعدالة، وأضاف البحبيني أنه يشترك مع بيرام في نفس الكفاح من أجل حقوق الإنسان ومن أجل موريتانيا عادلة ومنصفة ومزدهرة. والحقيقة أن الرئيس بيرام كان وما زال وسيبقى صديقا وأخا، أتقاسم معه نفس القيم ونفس المذل المتعلقة بالحرية وبالعدالة. إننا نشترك منذ أمد بعيد في نفس الكفاح الذي نقوم به تارة معا وتارة كلا على حدة من أجل موريتانيا عادلة متراحمة منصفة ومزدهرة. واليوم ها نحن نشترك أيضا في كفاح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عسانا معا ومن أجل الجميع نحصد قيم المساواة وقيم السلم وقيم التسامح واحترام الآخر من خلال النقاش والحوار. إنه لشرف لنا عظيم أن تحصل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مساندة حقوقي بحجم الرئيس بيرام الداه عبيد. دشن الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز في مقاطعة تفرغ زينة بالعاصمة نواكشوط المعهد العالي لتعليم اللغة الإنجليزية، وهو مؤسسة تخضع لوصاية مشتركة بين وزارتي الدفاع الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال. من جانب آخر، زار الرئيس محمد العبد العزيز جامعة نواكشوط العصرية، وهي الجامعة التي أنشئت يوليو 2016 من خلال دمج جامعة نواكشوط وجامعة العلوم والتكنولوجيا والطب. اختتمت في العاصمة نواكشوط الجولة الأولى من المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي بشأن تجديد بروتوكول الصيد المرتقب أن ينتهي منتصف شهر نوفمبر المقبل، وينتظر أن تنعقد الجولة الثانية من المفاوضات بالعاصمة البلجيكية بروكسل، ويعود آخر بروتوكول بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول الصيد إلى العام 2015. التفاصيل في التقرير التالي. وزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتانية والاتحاد الأوروبي يختتمان بنواكشوط الجولة الأولى من مفاوضاتهما حول تجديد اتفاقية الصيد الموقعة بين الجانبين على أن تنعقد الجولة الموالية من المفاوضات ببروكسل، ويسعى الطرفان لتوقيع بروتوكول جديد للصيد البحري في إطار اتفاقية الصيد بين الجانبين. ينتظر أن يحل محل البروتوكول الحالي الذي سينتهي منتصف شهر نوفمبر القادم. وكان
كان وزير الصيد والاقتصاد البحري يحيى العبد الدايم قد عقد بحر الأسبوع الماضي بمكتبه في نواكشوط مباحثات مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا جاكومو ديرازو، سفير إسبانيا المعتمد لدى موريتانيا خيسوس سانتوز أكوادو، لنقاش ملفات التعاون الاقتصادي بين موريتانيا ودول الاتحاد الأوروبي التي يأتي ملف الصيد في صدارتها. ويعتبر الشريك الأوروبي من أهم شركاء موريتانيا في مجال الصيد البحري بالإضافة إلى الصين واليابان، حيث وقع الجانبان في نواكشوط اتفاقية جديدة للصيد عام 2015 مدتها 4 سنوات سمحت للأسطول الأوروبي باصطياد 225,000 طن من الأسماك سنويا أغلبيتها من الصيد السطحي مقابل حصول موريتانيا على 110 ملايين دولار سنويا. ولم يحدد الطرفان تاريخ الاجتماع القادم ببروكسل وما إذا كان سيسلك مسار الاتفاق الأخير الموقع قبل 4 سنوات، حيث استمرت المفاوضات 16 شهرا. اتفق الطرفان في نهايتها على منع الأسطول الأوروبي من صيد الأخطبوط لحماية مصالح الصيادين الموريتانيين وإلزام السفن الأوروبية بنظام مسافنة الأسماك السطحية لنقل الأسماك المصطادة من سفينة إلى أخرى في الموانئ الموريتانية وتفريغ أسماك القاع في ميناء وذب. كما ينص الاتفاق الحالي على تخصيص نسبة 60% من طواقم السفن للعمال الموريتانيين والتنازل عن 2% من الكميات المصطادة للطرف الموريتاني. نظم في العاصمة نواكشوط ملتقى يبحث الهيكلة التنظيمية لوزارة الصحة الموريتانية، ويسعى المشاركون في هذا الملتقى إلى وضع هيكلة جديدة للقطاع الصحي بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. ودعا الأمين العام للوزارة أحمد سالم والبهدة المشاركين في الملتقى وبينهم شركاء لموريتانيا في المجال التنموي إلى وضع هيكلة تنظيمية أكثر فعالية. تتركز أعمال هذه الورشة على تنفيذ توصيات الدراسات المنجزة من طرف ذوي الاختصاص حول تنظيم الوزارة وخطة عملها، حيث يعتبر ذلك العمل بالنسبة لنا بالغ الأهمية. أيها السادة والسيدات، إننا ننتظر في نهاية أعمالكم تحديد بصورة واضحة الهيكل التنظيمية لأكثر فعالية للوزارة وتوضيح دفتر الالتزامات لكل الإدارات سواء على المستوى المركزي أو الجهوي. أيها السادة والسيدات، لا يسعني في نهاية هذه الكلمة إلا أن أشكر كافة الشركاء الفنيين والماليين على ما بذلوه من جهد في سبيل تطوير قطاعنا. إلى شأن منفصل، حيث أعلنت القوات المسلحة السودانية في بيان صادر عنها الأربعاء عن كشفها لمحاولة انقلابية شارك فيها عدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات. وأكد البيان الصادر عن القوات المسلحة السودانية أن هدف المحاولة الانقلابية هو إجهاض الثورة الشعبية وعودة نظام المؤتمر الوطني الذي وصفته بالبائد، وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب الهادف إلى تأسيس الدولة المدنية التي يحلم بها الشعب السوداني بحسب ما ورد في البيان. وتأتي هذه المحاولة الانقلابية أياما بعد توقيع الأطراف السودانية على إعلان سياسي تمهيدا للتوقيع على الإعلان الدستوري. مغاربيا، قال الأمين العام للرئاسة الجزائرية نور الدين عيادي إن السلطات فضلت أن يتم إخراج البلاد من أزمتها عبر تنظيم انتخابات حرة وتؤسس لمسار مؤسساتي جديد. وأكد عيادي في حديث نقلته وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية أن تنظيم الانتخابات يجب أن يقوم على وفاق واسع قدر الإمكان. التفاصيل نتابعها في هذا التقرير. الأمين العام لرئاسة الجمهورية الجزائرية نور الدين عيادي يقول إن السلطات فضلت دائما من قائمة خياراتها إخراج البلاد من أزمتها بتنظيم انتخابات حرة تشكل بداية مسار مؤسساتي جديد.
ففي حديث مع عيادي نشرته الوكالة الجزائرية للأنباء قال إن تنظيم الانتخابات يجب أن تقوم على تجسيد وفاق واسع قدر الإمكان، وفاق يعترف الأمين العام للرئاسة بضرورة القيام بجهود حثيثة لبنائه بين الطبقة السياسية والمجتمع المدني والنخب الجزائرية، إذ أن الوضع الاستثنائي الذي تشهده الجزائر والمخاطر والرهانات الناجمة عن غيابه تتطلب وضع الخلافات جانبا وتغليب المصلحة الوطنية المتمثلة في إنجاح الانتخابات الرئاسية، وضرورة توجيه الدعوة لكل الأطراف التي تلعب دورا مهما في المشهد السياسي الجزائري. وكانت الأحزاب السياسية قد وضعت شروطا للمشاركة في الحوار السياسي الذي تشرف عليه الحكومة، أهمها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورحيل رموز النظام، وهي مطالب الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ فبراير. وكان الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الذي تولى المنصب بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة في إبريل دعا إلى حوار تقوده شخصية وطنية مستقلة ولا تشارك فيه السلطة أو الجيش، وذلك بهدف أوحد هو تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الأجل. ولم تعرف الجزائر منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة طريقها للخروج من المرحلة الانتقالية بعد اقتراب الأزمة من إكمال شهرها السادس، إذ تم تأجيل الانتخابات الرئاسية مرتين، إحداهما خلال فترة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، وأعلن المجلس الدستوري تعذر إجرائها لأن الملفين المقدمين لم يستوفيا شروط الترشح المطلوبة. ولا تزال البلاد تبحث في الخيارات المتاحة للخروج من الأزمة والمرور نحو الانتخابات، خيارات تنحصر على ما يبدو في إجراء حوار توافقي يشارك فيه الجميع ويفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية. إلى ليبيا، حيث تتصاعد وتيرة الاقتتال بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني على بعد أيام من عقد جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في البلاد. وقد حذر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري المجتمع الدولي من خطورة معلومات تفيد بهجوم واسع لحفتر على طرابلس بدعم من دول بعضها عربية. التفاصيل في هذا التقرير. مع اقتراب موعد الجلسة المقررة لمجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الجاري حول الأوضاع في ليبيا، يشتد القتال بين قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في أطراف العاصمة الليبية طرابلس. فقد أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات بركان الغضب أن قوات حكومة الوفاق نجحت في إسقاط طائرتي استطلاع بمحور طريق المطار وسيطرت على آلية عسكرية معززة من مواقعها في محور الكازيرما على طريق المطار. وفيما توالت الأخبار منذ قرابة الأسبوع بأن قوات حفتر تتجهز لمعركة كسر العظم في طرابلس، خاضت القوات معركة وصفتها المواقع الإخبارية الليبية بالعنيفة جدا يومي الاثنين والثلاثاء على محور عين زارة، دون الحديث عن مكاسب أو خسائر في صفوف الطرفين. وتأتي هذه التطورات قبيل كلمة مرتقبة للواء خليفة حفتر حول المعارك في محيط طرابلس وتحضيرات قواته للهجوم الذي يصف الإعلام التابع له بالفاصل في تاريخ معركة السيطرة على طرابلس. وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد أصدر بيانا الأسبوع الماضي حذر فيه المجتمع الدولي من خطورة معلومات استخباراتية لديه تفيد بهجوم واسع لخليفة حفتر على العاصمة بدعم من الإمارات ومصر وفرنسا بالعدة والعتاد وبمشاركة ضباط للإشراف على الهجوم. وحمل المشري في بيانه الأطراف المشاركة في الحملة المسؤولية عن أمن وسلامة المدنيين بعد هذه العملية، ودعا الأطراف الدولية بما فيها بعثة الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل من أجل وقف الهجوم وحثها على تحمل مسؤولياتها. ديما ودينا سوزان ورزان، توائف فلسطينية تفوقن في امتحانات الثانوية العامة بفلسطين وفي إكمالهن حفظ القرآن الكريم، ولفتن بذلك الأنظار إلى قريتهن الواقعة جنوب القدس المحتلة. وتعيش التوائم الأربعة مع أسرتهن في بيت صغير يقابل مستوطنة جبل أبو غنيم جنوب القدس. وقد أكملن حفظ القرآن بعد 4 سنوات من دراسته بمركز يقع في القرية. التفاصيل في التقرير التالي.
من حصرية اليومية المحلية إلى عمومية التداول العالمي، عرفت أسماؤهن طريقها إلى دفتر الاهتمام في سانحة بزوغ مادة حدثها وعنوان حديثها نيل درجة الامتياز في مسابقة الإنجاز التوجيهي على عموم فلسطين. هكذا وجد التوأم الرباعي المقدسي دينا ديما رزان سوزان نفسه على موعد مع ألسنة تناول ملؤها الثناء مقرونا بالإجلال، وعيدما تصدر قائمة الشرف على مستوى الفرع العلمي في مسابقة الثانوية العامة مسجلات على التوالي وفق ترتيب ذكر أسمائهن 93.9 92.4 91.1 91.4. تفوق قفت به النجيبات على آثار توفيق كسون به والديهن ملابس أنوار من التاج والحلى بإتمامهن حفظ القرآن الكريم كاملا. ثمرة تحصيل وقطاف جد عدته المقدسيات الأربع فرحة تسعهن ولا تضيق عن فلسطين التي يصنفن فرحتهن فرحا لها ويرين نجاحهن نجاحا لها. هذا ولم تنس والد الشقيقات الحاج أبا إياد أشنيطي غمرة سروره عزو أسباب الارتياح النفسي ونشر بساط الاستعداد الذهني لوالدة التوائم التي ذكر أنها كانت السند الأول لأربعتهن في دراستهن وتفوقهن، على حين أضافت دينا وأخواتها إلى جو تشجيع العائلي والمدرسي حضور روح الفريق وانتظام المراجعة الجماعية خيط ربط وعنصر تفسير. سطر آخر من إرشيف يوميات التوائم الأربع يقطر مكابدة لخصه في مشهد ناطق جثوم مغتصبة جبل أبو غنيم على أراضي بلدة صور باهر المقدسية دار سكن الناجحات المتفوقات ومعهد دراستهن. بس كل واحدة بعد التوجيه بتشوف يعني تخصصها كل واحدة لحالها يعني. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. الرئيس الموريتاني يلتقي رؤساء المجالس الجهوية ويعلن عن ترقب لإصدار مرسوم بتحويل الصلاحيات القطاعية للمجالس. بيرام الداه عبيد يقول إن النخبة الموريتانية بصدد عقد لقاءات وتفاهمات جديدة لتوطيد دولة القانون. اختتام الجولة الأولى من المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي بشأن تجديد بروتوكول الصيد بين الطرفين. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.